غني أيها الملك السعيد، ذو الرأي الرشيد والعمر المديد واللبس الجديد، إن لبنى بعتت لإيهاب رسالة على الواتساب، فحواها أنها تشعر بالإعجاب، لكنها استشاطت بغضب السنين لما مردش رغم رؤيتها للرسالة إنها سين. لما شهرزاد شهرزاد ممكن تخلصي كده وتنجزي وتجيب القصة من الآخر، وممكن تتكلمي عادي. عادي إزاي يعني؟ بلاش السجع بتاع السيفلهيلين علشان الفيتامين ده، عشان انت بتتزنقي وبتضطر تحطي كلام فارغ والجملة تعدي وخلاص. انت خلاص ما بقتش تحبني من ساعة ما اتجوزنا وخلفنا وانت مش طايق لي كلمة. ما هو السجع ده لو اتشال من ألف ليلة وليلة هتتحول لأسبوع ونخلص. طيب هروح أزبط مكياجي واجيلك على طول. ايوه براحتك يا روحي، وانا هستناك على حرم الجمر وهسلي نفسي بشوية تمر. لله الأمر. مسرور ولا مسرور؟ مين؟ المكواجي هيكون مين؟ ولا تعالى هنا. أمرك يا مدرسة. اسمع الكلام مني من مرة واحدة ومش عايز غباوة. بص، ماتش برشلونة والريال هيبدأ كمان نص ساعة، وانت عارف خالتك شهرزاد مش هتنزل من على وداني لوكلوك وحواديت. عايزك بصانعة لطافة تخش تعمل أي فيلم وتسلكني منها. أخلص عليها زي ما خلصت على الستات اللي قبل كده. يا ابني تخلص إيه؟ ومين اللي هيربي لي العيال؟ تربيهم لأنت عشان يطلعوا بالهبل ده؟ ما تخلصش. بص هسهلها عليك، لما أنا في وسط الكلام أقول ربنا يديم المعروف، هتقوم أنت داخل عامل أي حوار ونخلع. فهمت؟ يلا يلا شد انت شد. امرك يا كبرنا. يلا شهرزاد جاي. شهروري حبيبي. اهلا. جيت لك اهو. حبيبي ازيك؟ عارفاك هتموت وتعرف بقيه الحكايه. يا خبر ابيض، ده انا نفسي اسمع نهايه القصه المشوقه اللي انت كنت بتقوليها دي، لان انا الحقيقه احب الجو الاسري ودفء البيت، لان ربنا يديم المعروف، يعني فاهمه قصدي؟ لأن ربنا يديم المعروف علينا. ربنا يديم المعروف يا حياتي. كوكو كوكو الكوكو كوكو. ايه ده؟ كوكو كوكو الكوكو كوكو. ايه الصوت ده؟ ده الديك. الكوكو كوكو. وده صوت عامل لي كده؟ لا، ما انت عارفة اصل الدنيا برد اليومين دول، في ديوك بتبقى حساسة الحنجرة عندها وبتبقى غبية. فطيب أسيبك أنت تكفي عن الكلام المباح، أخلع أنا على الشغل وأرد تاني. ديك إيه ده اللي بيبدأ الساعة 7:30؟ وشغل إيه ده بقى اللي أنت رايحه لي دلوقتي؟ هو غبي. شهريار بقول لك إيه؟ أقعد اسمع الحكاية خليني أخلص. أنا لسه ورايا مذاكرة العيال والعشاء. طب استنى أقوم أبص عليهم بصة أشوف بيحببوا إيه. لا لا واجب. هجيلك. اتفضلي. أنت يا عم الديك. أنت يا بني آدم. أمرك يا مدير العالم. ديك. دي أذكى فكرة جت، أذكى حوار جه على دماغك. ديك أكوكو كوكو وبالألف واللام بتدن ليه كده؟ أنا قلت يا كبرنا الديوكة هي اللي بتخلص الحوار. خسارة تعليمي فيك والدهان اللي بدهنهولك يا ابني. الديوكة دي كانت زمان من 30 سنة الكرتون بتاع زوزو نبيل اللي كان بيتعرض ده، خلاص دلوقتي دي ولا 30 ديك يخليها تمشي من هنا. افهم، لما أقول ربنا يديم المعروف خش عليا اديني حوار له علاقة بالمملكة، حاجة نخلع بيها. اي لا بص، بيستوعب بطريقه غلط، بيستوعب بطريقه وحشه. امشي امشي، استر يا رب. امشي. عيالك دول اغيب عنهم لحظه الاقيهم بيلعبوا بلاي ستيشن. مش معقول. كنا فين؟ لما ايهاب كل الفاست فود وطلع في حدود، قامت لبنى في الحال طلعت من شنطتها أنتي ناب. أي شوفي 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 اللمسة، أنا أحب أقف وقفة في الحتة دي في القصة جميلة قوي. أي شوف لحظة مشكلة قامت مطلعة الأنتي ناب. أنا أحب قوي الحتة دي عندك، لأن هو ده الود اللي مفروض يبقى ما بين الناس، لأن ربنا يديم المعروف. خدت بالك؟ ربنا يديم المعروف، ربنا يديم المعروف. الحق يا كبير، الهكسوس دخلوا البلد. الهكسوس دخلوا البلد. الهكسوس؟ الهكسوس. استني أنت ما تشتركيش في الهبل ده. هكسوس مين يا متخلف؟ الهكسوس. هكسو؟ اشغط الهكسو. يا ابني احنا في ألف ليلة وليلة، الهكسوس دول فرعنا. اي كلام وخلاص. الهكسوس اللي هما بشنابة دول ولابسين الفرو اللي على دماغهم. يا ابني دول المغول، دول المغول وما بيجوش هنا خالص. انا غلطان، انا قاعد في البيت خلاص.
انت مش عايز تسمع الحكاية اصلا، وعمال تملس انت والمنصور بتاعك ده وتتهرب عشان مش عايز تسمع. شهريار، انا قررت اشتغل، انا مش جارية ليك ولعيالك. ايه ده؟ مش جارية؟ لا جارية 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 بقى جارية. لا 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 ولد مسرور عيب. ما تقولش ولد، تقولش كده طنط تزعل. جارية هو اللي قال جارية. وهتشتغلي ايه بقى ان شاء الله؟ كاتبة سيناريست، بما اني عندي موهبة في الحكايات هحقق ذاتي وكياني لوحدي، بما انك بقى خلاص مش عايز تسمعني. تصدقي انا غلطان ان انا سمعتك من 9 سنين لما قلتيلي سيبني البكرة. الله يخليك، كانت غلطة عمري. مسرور امرك يا برنس. لا 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 بص، لما اندى عليك وانا متنرفز ما تردش خالص عشان صوتك بيفصلني. بيدي وحشة دي، اعمل كده. بص انا هفهم. ماشي. مسرور فصيلة برضو، فصيلة حبيبي. خلاص فوتها، فوت الحتة دي. مسرور خلص. أخلص يا كبرنا؟ خلص. أخلص يا عمنا؟ خلص. اعتبرها خلصت يا مدير. الله أكبر. مسرور هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ مسرور يا حبيبي. لا 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 خلاص، مفيش سيناريست. خلاص 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 خلاص. ليه؟ حرام حرام. لا ليه بلاش. الهكسوس، انت بتجيب الافكار دي منين يا ابن اللعيبه؟ والله العظيم انا بحترمك. والله انت احسن سلطان بين السلاطين اللي انا اشتغلت معاه كلها. كوكوكوكو ارفع بقى. يلا شوت 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 يا عم. ألوى يا سلطاني. ايوه يا ابني، وصلت عند فيلا استاذ محمد هنيدي. طيب ماشي، خد بالك وانت بتنزل النكت من على العربيه عشان حاجه تتكسر، بعدين ترجع الزباين تشتكي وتقول الحاجه بتوصل وحشه، دي سمعه مكان. ها مين اللي عايز شغل؟ استاذ بيومي؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، لا ابعدني عنه. استاذ بيومي ده انا ما اقدرش الحق عليه، ده شغله كتير وبيعوز مساحتنا. انت عايزنا كروت يا ابني؟ بقول لك سمعه مكان، مفيش نكته في مصر اخر 5 سنين الا لما خرجت من هذا المكتب الطاهر. اتكل على الله، اتكل على الله عشان جاي لي زبون. يلا يلا استاذ هنيدي يدوق الحاجه ويتاكد ويضحك بعدين تجي لي. لا بهجت لا بهجت، انت بتليفني؟ تديني بضاعه طفشه وتليفني؟ ايه يا هيما مالك؟ ايه الف سلام عليك. ايه يا صاروخ الكوميديا؟ ايه انت خليت فيها صاروخ النكته؟ بتديني بضاعه مضروبه. مضروبه؟ لا ده مش البضاعه هي اللي مضروبه يا عيني. روق روق كده واحكي لي ايه اللي حصل. اللي حصل ان انا ال 28 نكته اللي خدتهم منك ولا نكته منهم جابت ضحك، دول جابوا دم في وشي. الوحيده يا عيني الست اللي لقيتها بتضحك، اكتشفت انها بتضحك عشان واحد بيعاكسها. يا ساتر، الناس جرالها ايه بس؟ بقول لك ايه؟ من الاخر كده انت شكلك عايز تضحك عليا. اضحك عليك؟ طب يا ريت، وهيبقى حد ضحك بسببك وتبقى فاتحه خير. الف مرحب. الف مرحب ايه؟ انت فاكر نفسك مونولوجيست بصحيح؟ يا ابو سعود اديني بقى صبا زمزمه تحتاني كده. من الغامق والنبي. عشان الجمله اللي جايه دي مهمه. فاكر نفسك مونولوجيست بصحيح؟ فوق ياض سقيل زيك كان مات من زمان، من ايام ما كنت تلبس الباروكه الكنيش وتطلع تتنطط على مسارح الموالد وتقول نكت من بتاعه مره واحده. احول دخل مطعم اكل اكل اللي جنبه. يا الف مرحب. لا ما نسيتش ابو سعود، ما نسيتش اخر نكته قلتها بسببك. ايه يا ابو سعود؟ الراجل ضيف نفسك، انت خليك معايا مركز معايا انا حبيبي. ايه هاخد فرصتي؟ لا انت تقول عن ناشف. اتفضل. عن ناشف؟ اتفضل. النكته اللي اخدتها منك المره اللي فاتت خلتني اخد علقه موت. عشان غشيم، حد يروح فرح في الصعيد معاه 48 نكته سريعه اولهم كلهم مره واحد صعيدي؟ غبي. من الاخر كده بهجت، انا حاسس انك بتليفني ومش همشي من هنا الا لما تعوضني. يا ابني عوضك تاني، انا شايف مفيش حته في وشك مش متعوض فيها. يا الف مرحب. انا عندي حفله بكره ومش همشي من هنا الا لما تديني نكت بدل المضروبه اياها. تاني مضروبه؟ يا ابني النكت زي الفل، لكن نقول ايه بقى؟ القبول ده بتاع ربنا. لا لا ده مش افيه، دي جمله عاديه. لا عادي. وريني وريني البضاعه اللي انت خدتها مني. وريني وريني يا غلب يعني. هي دي اتخدتي مرة واحدة بس.
لا استنى بوشك ده بقى اصبر بشوف حاجتي شغلي. خدت انت برضه مثلا طلع عند الصوت الشغل زي الفل. ايه العيب فيكم يا في مخارجكم، اما الهلس يا روحي عليه. طب انا دلوقتي من الاخر كده عايز نكت بدل دي، ومعايا الريسيت بتاع النكت القديمه اهو. ما عداش عليها ال 14 يوم، يا ريت تغيرها لي. ده بيزنقني. ماشي يا هيما طلباتك. شوف لي اي مجموعه نكت جديده مختلفه، ما النكت عندك كتير وخير ربنا كتير اهو. تاخد نكت سياسيه ولا تخاف؟ لا خاف. تاخد نكت ابيحه ولا تختشي؟ اختشي. تاخد نكت سريعه ولا تتعب؟ انهي. تاخد نكت قصيره ولا تبرد؟ اجري. تاخد نكت غلسه ولا تلزق؟ انط. تاخد نكت، ما انا عامل لك ايه يا ابني؟ خليك بقى في النكت الكلاسيكيه اللي هي مره واحد مش عارف فرنساوي واحد امريكي واحد مصري. على فكره على فكره ما تستقلش بيها، القديم ده بيعيش وموته ما بتخلصش. ها قلت ايه؟ هتديني نكت ابيض واسود احسن من الاخر كده. عايز كوميديا جديده، كوميديا حديثه. يا ابني اجيب لك الحديثه دي منين؟ اهو خير ربنا كتير اهو. اتعملت شاور على دول يا ابني الايه؟ يا حبيبي انت مش غريب، انت داخل عليا المكان ده مكان شغل يا ابني. دي لسه دي نكت دخلات بس لأني. النكته من غير قفله يعني. افهمك ازاي؟ ما ده شغلنا بقى ودخل علينا وش تفهمه ازاي؟ قصدي الصنعه. افهم. استنى استنى يا هيما افهمك حبيبي. بص يا حبيبي دي دخلات ملهاش قفله. ها يعني ايه؟ يعني انت ممكن تاخد دي بنص الثمن وتطلع بره تقفلها انت براحتك. ازاي يعني؟ اديك مثال. اديك مثال. بص يا سيدي، واحد بخيل قوي مراته جالها الطلق وهتولد. شوف شوف ما قفلتش. ايه ده؟ اتعلقت كده. ادي داخله فاهم؟ مفيش. انت بقى بتاخد تقفل. اديك مثال تاني. اتنين مساطيل بيتفرجوا على نشره الاخبار. شوف ايه اللي بيحصل. ما انا ما هي ما بتقفلش بقى معانا. ليه؟ لان احنا فاتحينها بس مره اخيره وحاسمه. طب اسمع اسمع. واحد ياباني رجع من شغله لقى بيته محروق. اهو شفت بقى؟ تحب تاخد من دول تشتغل عليهم انت تقفلهم؟ النقطه اللي تتفتح بقك ما يقفلش تاني. مش فاهم. ما احنا لسه فاتحين. ده انت داخل عليا وانا فاتح. قفلات اهي قفلات. عامل لي فيها برم وصنايعي ولا انت فاهم اي يا حبيبي. دي قفلات بس من غير نكت فاهم؟ دي القفلات لوحدها بتيجي لوحدها واحنا بنجمعها. لا حول الله يا رب. فاهمك يا سيدي. بص يا سيدي. قال له يا غبي هيدخل ازاي والباب معايا؟ اهو شوف قفلت. قفلت عشان دي قفلت. لو هي قفلت لا ما قفلتش مع... لكن دي تديها طب مثال تاني. راح منعكش لها شعرها وجاري. اهو شو قفلت. فين الدخله بقى؟ هم عارفينها. طيب هم عارفين ان دي قفله لكن الدخله لسه ما جاتش. اسمع مثلا، فرد البغبغان وقال له الله يسامحك. ده فاهمينها وبيضحكوا. حلوه. لا لا قفلات حلوه. قفلات حلوه. ها الف لك قفلات ولا تاخد بقى ايه دخلات وتقفلها انت؟ لا بص بقى. انت لف لي نص قفلات. ايوه. ونص دخلات بس كل نص لوحده. ده انت تأمرنا. وحبش لي بقى ايه باروكة محمد منير. على بدلة الأستاذ شعبان عبد الرحيم. فنان. على شعر الأستاذ حجاج عبد العظيم. حاجة كده تحت. عين العقل يا هيما عين العقل. انت هتليفنا بهجت ولا انت بتشتغلني؟ من الاخر كده لو ما غيرتليش النكت دي هجيب الفرقه كلها ونعمل لك فضيحه تحت الدندنات هنا تحت. لا 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 لا. بقول لك ايه، انا مش همشيك من عندي زعلان. بس انت عارف احنا داخلين على موسم ورمضان وده ضغط. اسمع بس، انا مبيت العيال جوه والله بيشتغلوا ورديتين ومطبقين. اسمع بس، الناس دي ما اكلتش بقى لها 4 ايام. احنا مضغوطين والله العظيم. انا جاي لي كونتينر فيه نكت صيني. صيني جاي من بره بقاله اسبوعين في المينا مش عارف اخرجه. النكت الصيني دي محتاجه ايه؟ شهر ونص ترجمه. انا عندي حق. استنى هعمل لك منهم نمره زي العسل بس لما نترجم. انت عايز تمشي حالك دلوقتي وعندك حفله. صح الكلام. هدي لك حاجه تشتغل بيها بكره. هدي لك سيت كوم. هو ده الجديد. ايه بص انا هدي له قرد ما بيلعبش. انا مش فاهم حاجه. بص يا حبيبي السيت كوم ده والله شغال دلوقتي اليومين دول زي الفل. بس بقول لك يا هيما، هتاخد السيت كوم تشتغل بيها حفلتك وترجعه لي تاني. امانه عليك يا ابني احسن ده بتاع ناس. بس بقول لك ايه، السيت كوم يطلع ما بيضحكش في الحفله، القرد يطلع ما بيتنططش. نفس الحال الفرقه. لا 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 يا عم عيب عليك. يلا قوم اتكل على الله عشان تلحق تفك السلك بقى. لا 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 على مهلك على مهلك. طب ايه؟ هبعت لك السلك بالعربيه عشان ما يتكسرش منك وانت ماشي. ماشي بامان الله يا ايبي. تسلم. ما تنسانيش. لا لا يا حبيبي السلك لغايه البيت حبيبي. ايه على مهلك على مهلك عشان بيت اللوح على مهلك. اشوف الواد ده، الواد ده ابن حلال وقلبه طيب. ليه بقى؟ كان عمال يقول لي انا خايف تليفني خايف تليفني خايف. ايه اللي حصل بقى؟ ليفته. قال ليفته بالمظبوط. فعشان كده بقول لك هو حاسس يعني ولد حساس. بس احنا ما قفلناش كده يا ريس.
ما قفلناش صحيح السكتش كده، ده المفروض سكتش كوميدي يعني يبقى فيه قفل. فيلم بنكته يا ريس. لا فيلم بنكته دي شغلتنا. انت عايز نقفله بنكته؟ طب استنى اقول لك انا اسمع دي. مره واحد جه في السكتش ما عرفش يقفله قام واربه. اهلا بيك في حضره الشيخ سعيد الدجال، اكشف المستور من ورا البحور، وعندي حساسيه في صدري من البخور. اموريني يا ست الكل. 10 سنين متجوزني ولا عمره دخل عليا بهديه. اتصرف لي بسرعه في الحكايه دي. عايزه جوزك يجيب هديه. لا حضرتك كده عايزه يا اسامه منير يا سوق دوت كوم، انا ماليش فيه. نيكست. ليه صبرك عليا؟ هو انت مش دجال ولا ايه؟ لا بمعنى يعني تفك عمل تعمل عمل تحضر عفريت نعمل وتبسونه. نعمل حاجه نتصرف نعمل شويه شغل يا حمو. لا حضرتك ده العفريت الشخصي بتاعي، بس احنا خدنا على بعض فبنخش في الشغل على طول من غير بقى دخنه ورعشه والحاجات دي. اصلا كمان الحاجات دي بتخليني اشوف حاجات وحشه بالليل يعني. حمو يا عم سعيد، عندي حوار معك اني اخلصه واجيلك. قفلت ياض العمل السفلي بتاع مدام سحر اللي في العاشر؟ قفلته. طب وقلب الحبيب بتاع الدكتورة منى؟ بقولك ايه، هي زعلت مننا المرة اللي فاتت لان القلب ما كانش طازة. ماشي، الست دي جوزها ما بيجيبش هدايا، هنعوز شوية معلومات جمعها لي على السريع وابعتها لي. انجز يا حمو. بعت لك كل المعلومات على الواتس. افتح العصايه واستقبل. افتح لك اوتو ستوب. اتكل على الله. انت ازاي بتقولي ما بيجيبش هدايا؟ نبي ما بيجيب. لا ده جايب هديه اهو. مش انت هياتم ترتر اللي شغاله في كباريه الاخلاص؟ هياتم ترتر؟ ودول مين دول كمان؟ لا يبقى ده اسمك على ترو كولر بقى، بيغيريه مش مشكله. لا ايه ده انا شوف. عندي كمان جايب لرشا وعلياء وفي نشوه طويله جدا. ده في روي كمان، ده كلب، ده كلب الخسيس الرمة يجيب هدية للرقصة وما يجيبليش. حاضر. هي دي مشكلتك، انا بقول لحضرتك ده جابلي كلب وما جابلكيش. انت متخيلة؟ متخيلة. انت حضرتك تطلع من هنا على ريهام سعيد، احنا برنامج كوميدي ده اخرنا. يلا اتكلي على الله. يلا خد الحساب من المدام يا حمو. هنخش بقى في خيانة زوجية وكلاب وبتاع، احنا ناقصين. اقعد يا هشام يا حمدي. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ لا ما حضرتك انا دجال يعني دي شغلتي. ايه مشكلتك يا هشام مع الهدايا؟ دي كمان عرفتها ازاي؟ يا حبيبي انت اصحابك على الفيسبوك عارفين معظم معلوماتك، مش عايز دي انا اعرف. انا دجال. شوف انا ايه حكايتي مع الهدايا النهارده؟ اخلص، ايه حكايتك مع الهدايا؟ ما بعرفش، كل ما بجيب هدايا لمراتي ما بتعجبهاش. عشان تجيب هدايا لست لازم تتعب نفسك، مش اول ما تلاقي في وشك دبدوب تقوم تجيبه. اكيد هترميه في وشك، مش رميته في وشك. وما تجيبلهاش كمان خلاط 5 سرعات، لان كده يبقى انت مش عايز تسعدها، انت كده بتبقى عايز جوافة باللبن. اتعب نفسك حبيبي، اتعب نفسك شوية. عملت كده وعصرت دماغي وحوشت وجبت لها حاجة سبيشيال، حاجة هي بتحبها قوي وكانت غالية قوي 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 وبرضو مش عاجب. ايه ده جبت لها ايه؟ جبت لها انت المفروض ان انت دجال، يعني انت المفروض تعرف انا جبت ايه. لا ما انا مش هركز بقى في الحاجات التافهة الصغيرة دي، اخلص. جبت لها علبة الوان 260 لون. 260 لون؟ يا حبيبي انت متجوز واحدة في تانية يا حبيبي؟ انك تجيب هديه للستات ده علم قديم وبحر ملوش قرار. ما ينفعش تجيب هديه للست تحسسها انها وحشه ولا كبيره ولا تخينه ولا حتى عاديه. الستات يا ابني انت بمنظرك ده هتشلني كده، مش هتعمل حاجه. بقولك ايه، انا هعمل لك عمل اخليها تحبك وتحب اي هديه انت تجيبها لها وخلاص. يلا. ازاي؟ لا يعني اعمل ايه؟ يعني اجيب عفريت يحلف على المصحف عشان تصدق ان انا دجال ويتحرق العفريت خالص بقى وابقى خسرت الصناعيه بتوعي، ولا اولع في المكان ده كله واروح ابات في شقه المانيال عشان تصدق ان دجال؟ يا اخي دجال. طيب خلاص، والله انا خلاص اقتنعت ان حضرتك دجال يا مولانا. قول لي بقى طلبات حضرتك ايه عشان نعمل العمل. هنعوز جل شعر للولا حمو،
وهنعوز سمارت فون لسيد. سيد ده عفريت شغال معانا هنا، ولد غلبان. هو مش المفروض الطلبات بتاعت حضرتك بتبقى عرف ديك ركب نمل وراك فراخ؟ لا ما حضرتك مش داخل عند فرارجي. لا الكلام ده كلام قديم، العفاريت دلوقتي بقوا حاجة تانية خالص. اكتب بقية الطلبات ركز. هنعوز اكس بوكس العصام العفريت لان معظم شغله في المصباح ما بيطلعش بره فبيزهق، وعشر تلاف جنيه لنجوى. نجوى مين؟ دي عفريتة معانا برضو، بس ما بيعجبهاش اي حاجة فبديها فلوس وهي تشتري اللي هي عايزاها. قصدك يا سعيد؟ قصدك اني بتاعت فلوس؟ دي النيلة ما قصديش حاجة يا ستي. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش العجب؟ انت كمان مش عارف تجيب هدية بس يا بابا. بقولك ايه، انصرف انسى، مصلحتك مقضية، مصلحتك مقضية، سيبني في اللي انا فيه، انصرف. السلام عليكم. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش حاجة؟ ده كان يوم اسود يوم ما حضرتك يا نجوى. يا حبيبتي انا ما اعرفش ايه اللي بيعجبك ولا ايه اللي بيريحك، ده كل العفاريت بترضى بقليلها، رقبة كتكوت، رجل نملة، اي حاجة وخلاص، لكن انت مش ممكن. فظيعة فظيعة. بتعرف تجيب لعفاريت الارض كلها كل حاجة وتيجي عندي وتعطى. انا دجال بس مش بابا نويل. افهم ازاي الهدايا اللي بتعجبك واللي انت بتحبيها؟ اعمل فيكي ايه يعني؟ اولع في نفسي اضرب الوضع عشان افهمك، ولا اسخط لك نفسي هديه عشان ترتاح يا نجوى؟ طيب يا نجوى، انا اسخط نفسي هديه عشان ترتاح يا نجوى. يعني يوم ما تسخط نفسك تسخط نفسك لدبدوب الاستسهال ده؟ رجاله ما عندهاش تمييز. بص بقى، انا مش هكلمك عن ازاي تجيب هدايا حلوه. ليه؟ لان الهدايا الحلوه مفيش حد بيتوه عنها، بتبقى معروفه وغاليه وكلنا عارفينها كويس، بس يعني بنستعبط بنستحرم بنسترخص. علشان كده انا النهارده هكلمك في الاهم بقى، هكلمك عن الهدايا الوحشه اللي مهما حصل اوعى تجيبها. مبدئيا كده قاعده عامه، الغرض من الهديه ايه؟ انك تسعد بيها حد، مظبوط؟ تجيب هديه ليه؟ تديها لحد ينبسط كده قضيت. صحيح. يبقى لما تتنصح وتجيب له بقى هديه كيف تخسر وزنك الزائد باسهل واسرع الطرق، او 75 نصيحه ذهبيه للتخلص من ترهلات البطن والفخاد، ممكن اعرف ده ممكن يسعده ازاي؟ مستحيل. ايه اللي ممكن يفرحه لما يحس انك واخد باله من ترهلاته؟ صحيح. دي شتيمه كده مش هديه. بمناسبه الكتب برضو، بلاش الكتب بتاعت التنميه البشريه اللي هي كيف تعيش سعيدا وتتخلص من الاكتئاب والحزن وتصل للسلام النفسي، او من حرك قطعه الجبن خاصتي. مفيش اي داعي انك تفكر حد بتعاسته او فشله او جبنته او فخاده المتراهلة. مفيش داعي، خليك حسيس. حاجة تانية، بلاش تجيب لحد منتجات أو مستحضرات ليها علاقة بالنظافة الشخصية. ليه بقى؟ ما انت هتجيب شامبو، شاور جيل، صابون معطر، مزيل عرق، حاجات في السكة دي. لا انت مالك؟ معلش، وانت والدته يعني هتعمل لي فيها ايجابي وعملي وكده؟ لا ده ما ياكلش، هتطلع برضه بجح بالنسبة له وقليل الذوق وشلحف. اي نعم، مش انت بس اللي شايف انه محتاج يغير ريحته، دي الناس كلها شايفة ان دي هدية ممتازة، بس برضه ما شتمك الا اللي ليفك. اوعى تجيب هدية فواحة، معطر جو، منقي هواء، دي انت كأنك داخل عليه بتقول له كل سنة وانت طيب ريحتكم شرابات مع بعض، عارف؟ او الف مبروك عربيتك مكمكمة قوي، فانا قلت انقذ العالم من القرف. خلاص هاخد الفكرة دي على استقامتها عشان ما رغيش كتير. ركز معايا، مش هنجيب كرسي اللي هو يظبط الكرش ده مفهوم، مش هنجيب فات بيرنر، مش هنجيب شاي دكتور مينج الصيني الاصلي بيبقوا مع بعض لانقاص الوزن، فاهم؟ صيني واصلي، كل ده ما ينفعش. وطبعا طبعا مش هنجيب ميزان، لان لو الهدايا اللي فاتت دي كلها هتعذبه لحظه، الميزان هيعذبه لسنين طويله، كل ما هيقف هيشوف ويحزن، فبلاش. الهدايا العمليه بقى بتنفع ومفيده بس ما بتفرحش. علشان تصدقني يكفي انك تشوف نظره الاحباط على وش واحد بيتقدم له شرابات هديه، مثلا ثلاث شرابات مع بعض، او طقمين غيارات، او كلسونات وبجامه كاستور، هدايا محبطه اللي واخدها ومش عارف يفرح. وبيبقى الاسوأ من نظره الاحباط دي اللي على وشه سؤالك الرخم انت بقى اللي هو ها عجبتك الفانيلات؟ هتعجبه في ايه الفانيلات دي؟ فانيلات انت ما تقرصش عليه بقى، انت سيبه خلاص. نصيحه عامه، ما تجيبش حاجه على ذوقك الشخصي قوي، يعني حط في اعتبارك سيكا ذوق الشخص اللي انت هتجيب له هديه. انا مره خالتي جابت لي بيجامه جينز وقابلتها بعدها في عزومه، قالت لي ايه ده انت ليه مش لابس الطقم؟ قلت لها ما انا مش هخرج ببيجامه يعني يا طنط. قالت لي دي مش بيجامه اصلا، وقعدت تاكل فراخ وتعيط. انا ما فهمتش خالص، مش عارف اعمل. الأسوأ بقى من الهدايا العملية إنك تجيب لمراتك هدية جيوفيزيائية، بايوكيميائية، جيلي مهلبية، الحاجات دي. زي إيه مثلا؟ أما تدخل عليها جايب مايكروسكوب، كرة أرضية، قاموس المورد التخين ده، أو بوصلة، طقم براجل ومنقلة، وهي أصلا تكون مثلا بتشتغل حكم كورة، اتش آر، حاجة تانية. المفروض إنها تفرح ببرجل ليه؟ معلش، يعني هتنزل تخمس بيه في الشارع؟ يعني على الأقل حسسني إن جيت في دماغك ثواني كده وأنت بتجيب الهدية، فكرت فيا، خطرت على بالك، شوية اهتمام بشيلن. عكس بقى الهدايا العملية، هي الهدايا اللي ملهاش 30 لازمة، والنوع ده بالنسبة لي مستفز
مستفز جدا. تتحسب عليك هديه ممكن جدا تبقى غاليه وملهاش اي معنى ولا فايده ولا اي زفت. زي ايه؟ كل الحيوانات الفرو بكل اشكالها والوانها واحجامها، مخيفه جدا، ملمسها سخيف، بتزحم البيت، تحس كده ان انت عندك ضيوف في الاوضه طول الوقت. بس فالنتاين وحبه بتاعه فالنتاين، ما احنا بسبب الفالنتاين ده ماما مقعده دبدوب كبير على فوتيه في الصالون بقاله 20 سنه واحمر حاجز كرسي كده، شغلته كلها انه بيلم تراب، وهو عارف بيعرف نفسه بالطريقه دي. مساء الخير يا فندم، معاك جمال الدبدوب بلم تراب. مساء الخير. لا والحاجات دي تحس ان هم بيراقبوك طول الوقت، حاسسينك بالتوتر، تلاقي الدبدوب قاعد معوك كده وبصاص لك. هدايا الكلام الفارغ دي في منها كتير بقى، مليين البيت عندي والله. في طبعا العيال الخزف الصغيره زي اللي بتيجي في علب السبوع دي، عاملين اوضاع غريبه كده. عندي كتير بقى، انا بفكر اقفل بيهم البلكونه من الكميه. في الميداليات الخشب اللي محفور عليها اي كلام فارغ، جميله بتعورك وفيها قلب وحرف وسن، قاطع لك البنطلون، لطيفه قوي تحفه. كل الكلام ده ابعد عنه، ما تجيبش حاجه خالص اكرم لك. انا عندي والله تجيب الملبس اللي بيبقى في علبه السبوع، وما تجيبش البتاع الخزف العره اللي بيبقى معاه ده. انا لما اتجوزت عمتي جت تبارك لي وجابت لنا زرافتين خشب طوال قوي بالحجم الطبيعي، مش بحجم الخشب الطبيعي، لا بحجم الزرافه الطبيعي، وبرواز كبير مذهب تخين في صوره منظر شلال بينور ويطفي وصندوق بيلي. انا لحد النهارده بحاول افهم هي كان قصدها ايه بجد، بالذات الزرافتين الافريقي دول. هل دي رساله مثلا؟ يعني عايزه تقول لي ان انا مطور رقبتها؟ انا مش فاهم. كان عندي خال برضه الله يمسيه بالخير، كان دايما يجيب لي كل سنه في عيد ميلادي شهاده استثمار من الفئه جيم، كل سنه نفس الهديه. اه الهدايا دي اللي لا عمليه ولا حلوه ولا مفيده ولا جميله ولا اي حاجه، هي اسوأ نوع. لا لا ثواني، في الاسوأ، الهدايا قليله الذوق. لما تجيب لحد كبير في السن شويه جهاز قياس السكر مثلا، او جهاز ضغط، او مشايه، غاليه وكل حاجه، بس يعني انت ناقص تجيب له عقد ايجار جديد في مقابر البساتين احسن. ليه قله الذوق دي؟ هتقولي اصل ماما عندها السكر وبتحتاج تقيس وكده. لا ولو برضه ما تعملش كده، على الاقل ما تجيبوش هديه، هاتوا بدون مناسبه يا اخي، خلي عندنا تمييز. وفي هدايا كده بتبقى غامضه، تفضل تقلب فيها يمين شمال، انت بتسال ايه دي؟ ولا ليها كتالوج ولا كتيب تعليمات ولا اي حاجه. انا حصل لي كده مع صاعق الناموس الكهربائي ده، قعدت اكتشف فيه اسبوعين، كان معاه ورقه مكتوبه بالصيني كده وانا مش فاهم. طبعا الاول افتكرته مضرب سكواش، قعدت يعني استعملته على هذا الاساس فتره، كان ظريف لحد ما لقيت انه بيشتغل بالبطاريات، ففهمت انه جهاز مساج للظهر. عجبني بقى جدا، هو بيوجع بس للظريف يعني، عملت بيه جلسات طويله. فين وفين لما اولاد الحلال فهموني انه بيقتل الناموس، كنت خلاص بتعالج من كهربا زياده في المخ في الفتره دي، بس عملوا لي ارضي وبقيت زي الفل الحمد لله. فيا ريت ما تجيبش حد هديه من غير ما تشرح له دي ايه. اهلا وسهلا. يا عم ده راجل حرام، يا عم راجل حرام واكل حق الناس كلها هنا. بقول لك ايه، اقفل اقفل، انا مش طايق نفسي. اقفل السيد. هو ايه اللي بيحصل؟ ده عيد ميلاد لطفي بيه المنتج، راجل الحقاني اللي عمره ما خد حق حد. عيد ميلاد المنتج؟ طب ليه ما حدش قال لي ليه؟ وانا مال انا يا احمد، انا مالي؟ كل سنه وانت طيب يا اشيك منتج في الدنيا. ميرسي يا روح قلبي، تعبه نفسك ليه بس يا نجمتنا؟ على الله ذوق يعجبك. ده انت نفسك هديه. او نو تري شيك. الحمد لله الحمد لله، كنت هموت نفسي لو ما عجبتكش. ما تعجبنيش ازاي يا عمر؟ انت اي حاجه منك تعجبني. قولي لي مضيت عقدك ولا لا؟ لا لسه يا استاذ، ما حدش كلمني من عند حضرتك خالص. معقوله؟ تعدى عليا بكره في المكتب يكون عقدك جاهز. ربنا يخليك لينا يا رب. يا استاذ سيد، الادوار بتخلص، ما حدش قال لي خالص ان النهارده عيد ميلاد المنتج، كنت عملت حسابي. معلش يا حبيبي، اصل هي كانت سربرايز بارتي. كمان سربرايز بارتي؟ يعني مش عيد ميلاد بس؟ يا ميلة بختياني. طب انا شكلي ايه قدامه دلوقتي؟ شكلك ايه؟ هو يعرف شكلك اصلا؟ كلكم عايزين تنافقوه عشان فلوسه ومركزه، كلكم منافقين يا احمد. لا لا مش الفكره حضرتك، بص يعني انا محتاج اي فرصه في البلاتو، وبعدين ده كان حفله وانا كنت ممكن اخش بحاجه اخد فرصه، لكن خلاص بقى اروح اتفرج على مستقبلي وهو بيضيع قدام عينيا. طب بص يا احمد، انا بحبك يا احمد. بص خد انت اديله الهديه دي وانا هبقى اجيب واحده غيرها. بجد انا مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي. بص السيد انت عظيم. انا عارف يا احمد، بس اوعى حد بقى يعرف ان انا اللي اديتك الهديه دي عشان ما يبقى شكلك وحش. لا 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 وانا عبيط، بس ايه الهديه تمام؟ اعتبر نفسي على قفيش. لا بس هي ملفوفه كده، وبعدين انت هتشك في ذوقي؟ يعني انا هغشك يا احمد؟ حبيبي يا استاذ السيد، كل سنه وانت طيب يا امبراطور الانتاج يا مترو جولدن ماير الشرق. شكرا يا حبيبي شكرا. والله يا فندم انا قعدت 3 ايام دايخ علشان خاطر انقي لك حاجه على ذوقي يبقى فيها من شبه حضرتك ومن روحك الجميله دي. شبهي وروحي؟ اتفضل حضرتك بقى، يا ريت تفتحها لان انا الفضول هيموتني، فعايز اعرف. فضول؟
لا عايز اعرف يعني راي حضرتك، فضول في راي حضرتك في ذوقي. انا اسمي احمد امين، شغال كومبارس في المسلسل هنا معاك، ونفسي بس في مساحه ان شاء الله متر في متر يعني اشوف النور بس. طرطور وعليه اسمي ده معناه ايه يا حبيبي؟ ده لمسه بقى عشان نعمل جو من البهجه، عارف عرضك محتاج ديكور. وكمان شاعر يا جماعه، تعال اسمع شعر الاكتشاف. هو ده، هي دي الهدية. شفت؟ سمعنا يا حبيبي. الله يخليك يا فندم، يا رب تعجبك بس. يا رب. أستاذ لطفي يا أستاذ لطفي، كل شتايم الدنيا ما تكفي. لا هي في الأول بتبقى صادمة بس بتحلو، شعر يعني تخش بعدين. قرعة كبيرة، شنبك عيرة، شعر الصدر كثيف ومدفي، واكل حق الناس من يومك، مناخيرك اكبر من كتفي، مناخيرك اكبر من كتفي. استاذ لطفي يا استاذ لطفي. قلت لي يا حبيبي اسمك ايه؟ ريهام عبد الغفور يا فندم. ابقى قابليني يا ريهام لو شفتها تاني. طيب مش عارف تحتفظ بدي للذكرى، مش انا ده يخصني، انا هروح وشي في الحيطه لغايه الفسحه. اوكي. بوفيه. سيد عبد الرحيم العسوي. ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه الجمال ده يا سيد بيه؟ عقارات واراضي وسيارات ومسوغات، ده كل ده من مرتبك كموظف في الحكومه يا راجل يا طيب. تصدق بايه جنابك؟ قول ونعمه بالله. ونعمه بالله، انا شخصيا مش عارف كل النعمه اللي انا فيها دي منين. انا حاسس اني ما استاهلش، لكن تقول ايه بقى، ملك الملوك اذا وهب فلا تسالن عن السبب، ولا نسال ابراهيم؟ لا ما تسالش يا استاذ سيد، نسال بقى ويبقى ركبنا الوز. اسكت انت، بتتكلم بصفتك ايه دلوقتي؟ قول له الحته اللي حفظتها لك. بصفتي مسؤول الشؤون القانونيه مع استاذ سيد هنتيمي. يعني انت المحامي بتاعه؟ لا ما تدلوش اكبر من قدره كده. لا ده هو انا بقول الكلام وهو بيقول حاجات صغيره في النص كده دمها خفيف. طب ما افهم. لا تسمع سيد بيه، انت دلوقتي جاي عشان نحقق معاك ونعرف الاملاك اللي عندك دي من اين لك هذا؟ جات لك منين؟ رشاوي ولا عمولات ولا ايه بالظبط؟ شوف جنابك، انا كل ما املك من الدنيا، ولو ان الواحد ما يملكش حاجه. النبي تملك كتير. لا والله ده احنا امناء عن نعمه. تملك باخلاقك. انا كل ما املك من الدنيا من عرق جبين، واذا كان فيه رفايع ولا حاجات صغيره كده فهي كلها في اطار الهديه اللي بتبقى ما بين الناس اللي بيحبوا بعض. والنبي قال لك تهادوا تحابوا، والنبي قبل الهديه. ما قبلش انا يعني نكفر بقى يا ابراهيم؟ لا يا استاذ سيد ما قبلش واكفر. ايه يا باشا، ايه انتوا عايزين تكفروني عشان كده الالحاد ملى الدنيا؟ لا تف ببوقك يا ابراهيم، ما تبوظش يا ولا العمره اللي انت لسه عاملها. استغفر الله العظيم يا رب. عمره؟ انت إيه؟ عملت عمره؟ ايوه. ماشي، بمناسبه العمره بقى، تقدر تقول يا سيد بيه ايه اللي يخلي واحد رجل اعمال زي فتح المنشاوي يدفع لك فلوس العمره اللي انت لسه طالعها اخر مره؟ لا يهديني برحله عمره، لكن يدفع لي فلوس دي ممكن تحمل معنى وحش. يا سلام، يهديك برحله عمره انت و32 واحد كلهم من قرايبك ومعارفك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هي العمرة كمان بقى فيها كلام؟ يعني لو أنا مثلاً يا بيه ماشي أنا والواد إبراهيم ده في الشارع، واحد قال لنا تعالوا يا جماعة صلوا معانا العصر، أقول له إيه؟ ما نخشش؟ ما نقضيش الفريضة؟ معقولة؟ بالعكس، ده أنا لم كل حبايبي والناس في حضني كده وأخدهم معانا ونروح. تاخد 32 واحد معاك وتسافروا؟ ثواب الجماعي. وكلهم يكونوا قرايبك؟ ما هو الأقربون أولى بالمعروف. المعروف؟ ماشي. والمعروف بقى بيقول ان نفس رجل الاعمال فتح المنشاوي يبقى حاطط عينه على حته ارض تبع المحافظه وياخدها بدون مناقصه؟ بلاش ده كله، في ثلاث عربيات عندك بي ام وعربيتين مرسيدس، كل دول جولك هدايا برضو؟ هديه ايوه، بس مش ليا انا هاخد هديه عربيه؟ ليه؟ وانا مرتشي؟ فشر. لا ما انا حاسس من كلامه اني مرتشي. فشر يا استاذ سيد، فيه ارتشى في كلامه يا ابراهيم. هجيب لك حقك. ماشي ماشي، ما اسمحلكش تغلط في استاذ سيد انتيمي. اسكت، انا بكلمه يبقى تسكت. انتيمي اسكت. هزق نفسك ليه يا ابراهيم؟ يا استاذ سيد افهمني، انت راجل كويس ومش مرتشي، انا عايز افهم العربيات ما جاتلكش انت، امال جات لمين؟ للعيال الصغيرين، هندي وحمادي. اهو هندي وحمادي. ازاي يعني؟ بنت في ابتدائيه وعيل عنده 3 سنين يجي لهم هدايا عربيات ازاي؟ ما هو يا بيه اصلا فيه لبس ورا الموضوع، انا ما قلتلكش اللبس. ما قلتليش حاجه. ده لبس كبير قوي، انا عملت حفله عيد ميلاد للعيلين مع بعض، ما انا ما اقدرش اعمل غير حفله واحده، اعمل اتنين ازاي؟ انا موظف غلبان، عملت حفله.
ما انت يا وليجة الحفلة. ايوه جيت عيد الميلاد. ايوه كنت لابس طرطور وعمال اغني هابي بيرثداي توني. هو انت اللي اكلت التونه؟ ايوه بس زعلان منك يا استاذ سيد. ليه يا ولد الحفلة حلوة؟ اكلت من الطرطه البيضه. ما دوتش التشتلت. ما دوتش الغام ايه؟ ما دوتهاش. شفت الحاجات الحلوه الصغيره اللي بيقولها؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا سعد. يا سيدي ايه اللي حصل بعد عيد الميلاد؟ ايوه دخل عليا صاحبي رجل الاعمال محمود ابو الليله علشان يجي يحضر الحفله. محمود ابو الليله بتاع التوريدات الحكوميه؟ ايوه. هو صاحبك؟ ده حبيب الروح بالروح. اه وايه اللي حصل؟ قال لي يا سيد انا محتار في ولادك دول اجيب لهم ايه هدايا. قلت له يا ابو ليلى ما هم عيال صغيره عايزين يجروا يلعبوا، هات لهم اي حاجه، هات لهم عربيات. طب يا سيدي ما انت بتعترف هم فين اللبس بقى. يعني دلوقتي انت اللي طلبت منه يجيب لك عربيات تمنها فوق الاربع مليون. ما هو اللبس سيادتك ان هو ابو ليلى دخل علي وجايب العربيات اللي مذكوره قدامك دي هي. قلت له معقوله يا ابو ليلى؟ معقوله يعني انت داخل عليا بالعربيات دي؟ انا قصدي عربيات بتاعت عيال صغيره من اللي هي بريموت. قال لي ما العربيات الكبيره برضك ليها ريموت، واداني من كل عربيه ريموت نسختين وكسفني قدام الناس. فاكر الكسفه؟ كان وشك هيطق حمار. جرحني من جوه. من لله. وطبعا حضرتك قبلت الهديه عشان النبي قبل الهديه. ما شاء الله عليك. شفت شفت يا باشا لما خدنا ودنا في الكلام مع بعض الحقيقه بانت ازاي؟ اهو انت اللي قلت مش انا. ماشي يا سيدي. طب وبالنسبة للمزارع اللي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي؟ ها؟ والفيلا اللي في التجمع؟ اه. وشنطة المجوهرات اللي فيها 4 كيلو ذهب، كل ده برضو عادي؟ شوف يا باشي، مادام وصلنا لكده يبقى أنا لازم أعترف لك. يا ريت. العلبة دي كان فيها رشوة. لا! أيوه، وأنا جاي النهاردة برجلي عشان أرجعها للحكومة. اهي السبحه دي، اهي ما تقعدش في جيبي ولا ثانيه. شفت يا باشي؟ شفت رمز بيدي دروس بالاخلاق والانسانيه؟ ولو انها غاليه رجعها. ما تحملش. رجعها له. ما تحملش يا ابراهيم. لا والله افرح بيه. ما تحملش. خليها ايدي بلاستيك. اظن كده يا باشي بعد ما الحاجه كلها رجعت للحكومه يبقى ممكن اروح انا والولا ابراهيم. انتوا عايزين تروحوا؟ ايه دي؟ ولي هو بيضحك على ايه؟ انت بتنشر البهجة في المكان يا استاذ سيد. يا ابراهيم انت بتجيب الكلام اللي بيعجبني ده منين يا ولي؟ يا بهجي. لا بس يا ولي بقى مش للدرجة دي. يا بهجوجي. بس يا ولي. يا فرج بسم الله. بسم الله يا استاذ سيد. مد ايدك بالك بتاع ساعه ما اكلتش. ولا يا ابراهيم مين اللي جاب الزياره الحلوه دي يا ولي؟ الاستاذ هشام صاحب ابراج العلم والايمان اللي كان مقدم على تعليه 3 ادوار. يخص عليك يا ابراهيم. ايه يعني في مصلحه عندنا؟ يعني هندخل جفنا لقمه حرام؟ لا ما تقولهاش يا استاذ سيد. ما احنا خلصنا من المصلحه خلاص. يعني الاكل ده يعتبر محبه. يعني المصلحه انتفت تمن، والاكل دي البطه دي تعتبر هديه. افتح يا استاذ سيد. لا ما دام هديه يبقى النبي ابن الهديه. استنى ولا بتاكل الورك ولا السيد اللي يفيد من جوفك يكفيني يا استاذ سيد. يا حبيبي يا ابراهيم يبقى استنى الزلموكي. صباح الفل والجمال والذوق العام يا استاذ هاني، يا اجمل واجدع والطف والذ زميل في الدنيا كلها. ولو ان الدخله مش مريحاني لكن صباح الفل يا استاذ فتحي. خير يا فندم؟ خير طبعا. النهارده اول الشهر وفي اشاعات بتقول انك قبضت المرتب. يا ربي. يعني اكيد معاك فلوس. يلا يا بطل ظروفنا في الظرف ده 100 جنيه. اه لا لا ميرسي انا ما بخشش جمعيات. شكرا. جمعيه ايه يا استاذ هاني اللي ب 100 جنيه؟ ده ال 100 جنيه اليومين دول تيجي تفكها تفكك هي. احنا بنلم الاستاذ شكري عشان يا حبيبي طالع على المعاش. ما احنا بقالنا 3 سنين بنلم الاستاذ شكري علشان طالع معاش وبنتجمع كلنا نحتفل ونعيط وانا ادفع، بعدين يمدوا له سنه نفرح، بعدين يطلعوا معاش نجتمع نعيط وانا ادفع. بص يا استاذ فتحي انا مش هدفع الاستاذ شكري في معاشه الا لما اشوفه قاعد في البيت كده 3 4 سنين بالجلابيه كده ومرتاح وسط ولاده. خلاص وسيبني اكمل شغلي والنبي. طب كده بقى انا مش هكتب اسمك على الظرف يا استاذ هاني،
وانت الوحيد كده اللي اسمه مش هيكتب على الظرف وهتبقى فضيحة. انا هبقى اكتب اسمي في البيت انا على التلاجة كده هتصرف انا معلش. ماشي بس بقى لما الزملاء يعرفوا اللي انت مرضتش تدفع للراجل المسكين اللي طالع على المعاش وتتفضح وتتجرس ما تبقاش تزعل. وبعدين يا استاذ هاني انت لسه جديد هنا يعني المفروض تجامل على الاقل 5-6 سنين عشان تقدر تعيش وسطينا. جامل جامل عشان ما تتفضحش وبعدين ما احنا هنبقى نجاملك. واني انا مش عايز اي مجاملات من اي حد لكن حاضر يا استاذ فندم. شكري برضو احنا عندنا كام شكري. ايه ده الظرف كله 5 جنيهات امال انا ادفع 100 ليه؟ اشمعنى انا؟ علشان انت رجل اعزب ما عندكش مسؤوليات. قولي بذمتك انت بتشتري بامبس؟ لا انا ما بجيبش الحاجات دي. طب ايه رايك بقى اللي انا لغايه دلوقتي بشتري بامبس؟ طب ما تشوف حل للقصه دي، تشوف علاج ولا اي حاجه. حبيبي يا استاذ هاني والله. بامبس عشان انا ما بجيبش بامبس يبقوا كلهم يشطفوني. فيك يا وديه هاني صباح الخير. صباح الخير يا رئيسه. معلش انا نص ساعه واخلص التقرير. معلش ليه قلب امك على الاقل من مهلك براحتك خالص. ربنا يكرمك. بقول لك ايه احنا اول الشهر بقى شغال لي مخك. ما انا عرفت المعلومه القيمه دي من الاستاذ فتحي. في حد طالع معاش او اترقى او اترفد او اتعين في اداره تانية خالص او بيفكر يشتغل معانا في الوزاره عشان نلم له كلنا؟ يعني الذين دمك زي العسل. ربنا يخليك. لا يا نور عيني احنا بنلم للبت حنان اختك اللي في اسم المشتريات. عقبال عندك حامل. عقبال عندي حامل؟ حضرتك انا مش متجوز بعدين اكيد لاحظتي ان انا راجل فمش هحمل في الفتره دي. اقصد يعني لما تتجوز ان شاء الله. انا هتجوز ازاي بس يا مدام صفاء وانا مرتبي مكفيني؟ انا بجيب بقسماط وجبنه براميلي وبقيت المرتب كله رايح على الهدايا والمجاملات. حتى هاسكي قاعده في البيت من غير اكل والله. هاسكي دي قاعده معاك في البيت؟ قاعده واكله شاربه نايمه. من غير جواز؟ لا 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 حضرتك فاهمه ايه. لا هاسكي دي كلبه كلبه. اخص عليك يا هاني. اسكت اسكت مش عايزه اسمع الكلام ده. انت حر في حياتك ولو ان اللي ترضى بكده تبقى كلبه و60 كلبه والعياذ بالله. لا ترضى ايه حضرتك بقولك دي كلبه حقيقي كانت مرميه في الشارع بردانه ووحيده كده فاخدتها معايا قلت المها بدل رميه الشوارع وهي بتقعد معايا بالليل نلعب نعمل بس 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 اختشي. عيب الكلام ده. يلا يلا شوف هتدي البت يا حنان كام. خليني اكتب اسمك واخلص. يا مدام صفاء انا جاملت الوزاره كلها ومفيش حد جاب لي ولا حتى هديه. يا ضنايا يا ابني. طب اقول لك خلاص قول لي عيد ميلادك امتى وانا هلم لك بنفسي. 29 فبراير. خلاص يا حبيبي من عينيا الاثنين 29 في بس ده مش هيجي السنه دي. شفتي ولا السنه الجايه ولا اللي بعدها ده تاريخ بيجي كل 4 سنين وانا غالبا في اليوم ده ببقى يا اما عيان يا اما واخد عرضه. وحضرتك انا لا هخطب ولا هتجوز ولا هعمل عمليه ولا هشتري عربيه جديده وخلصت الاعدادي والابتدائي والجامعه وكل حاجه. اهو بص بقى يا هاني لو ما جاملتش هتتفتح وسط زملائك. ادي قصه الفضيحه. وبعدين تعالى اما اقول لك البت حنان دي قريبة مدير الإدارة الأستاذ يسري. افهمها أنت بقى. يلا خلص وانجز جامل عشان تتجامل يا هاني. حاضر يا مدام صفاء. أنا أصلا شخص مجامل أحب حبيبي يا هاني. طب واسم حضرتك مكتوب برضو معانا في الورقة؟ لا يا حبيبي أنا اسمي يتكتب ليه؟ أنا قديمة أدفع أنا الرئيسة يا واد. التقرير يخلص بسرعة ما تتأخرش عليا نص ساعة ويبقى على مكتبي. حاضر. الهاسكي قال مالهم بنات البلد. هو احلى قهوه الاحلى استاذ هاني تروق بالك يا ابو الكرم والمفهوميه والذوق. الهزه دي بتاعت اول الشهر انا عارفها. اؤمر يا عم علي في حد عندك حامل اتخطب حد طالع الحجاز او راجع من الحجاز او قاعد في ميدان الحجاز فنلم له كلنا. لا والله يا استاذ هاني. انا بس عم شوقي بتاع الامن عرفت انه هيعمل عمليه بكره. الراجل غلبان قوي وعنده عيال كتير كتير قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. وعم شوقي ده رخم قوي الصراحه لكن المرض ما فيهوش كلام يعني هيبقى رخم ومريض. جامل الراجل هيعمل عمليه في حته وحشه قوي. ربنا يكفيك شر الفضيحه. مش فاهم ايه حكايه الفضيحه دي. حاضر حاضر خلاص. انتوا لميتوا له كام لغايه دلوقتي؟ هو مين؟ عم شوقي بتاع الحته الوحشه. لا ما هو يا استاذ هاني بيه انا ما اعرفش لان مش انا اللي بلمله. الله امال ال 100 جنيه اللي انت ظبطتها مني دي ايه؟ محمد ابن عقبال عندك نجح في الاعداديه والواد هيموت على الايفون جديد. يعني انت واخد ال 100 جنيه عشان انا مالي ومال الايفون؟ اعداديه ايه وبتاع ايه؟ ربنا يكفيك شر الفضيحه. بارك لي ترقيت. هاني انا اتخطبت. مبروك. انا اتخبطت يا هاني. لا ألف سلامة. بدل الفضايح فرح أسماء.
خانة علياء، خطوبة شيماء،